السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. أهلا بحضراتكم، ولقاء يتجدد إن شاء الله في الله وبالله وإلى الله. حلقة جديدة من أما بعد. بتكلم معاكم في سلسلة أنا عن نفسي بحبها جدا وبحب الكلام فيها. السلسلة اللي بكلم حضراتكم عنها بعنوان حب الله لعباده، وكيف أزداد حبا في الله بعد ما أتيقن من حب ربنا ليا. احنا قلنا قبل كده انه الآية العظيمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، فعباد ربنا ربنا بيحبهم، وهنبقى نشرح الأدلة في الحتة دي في لقاءات قادمة. لكن تعرف انه من ثمرات يقينك في ان ربنا بيحبك الثمرة اللي هشرحها معاكم دلوقتي. لما تتأكد وتتيقن إن ربنا بيحبك أو ربنا بيحبك، هتعملوا إيه؟ هنسارع ونبادر في طاعة ربنا وعبادة ربنا في الوقت اللي ربنا اختاره. سيدنا موسى عليه السلام ربنا بيسأله سؤال: اتأخرت ليه؟ أو أنت جيت قبل الميعاد ليه؟ أنا آسف، مش اتأخرت، أنت جيت بدري ليه؟ فرد سيدنا موسى ربنا ذكره في القرآن الكريم، قال إيه؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت، عجله بالخير، عجله بالطاعة، ما تأخرهاش. يا كل حد بيسمع الأذان ويقول لما ربنا يهديني أصلي، طب بالله بتعرف تاكل وتنام وقلبك بيرتاح؟ إزاي وربنا سبحانه وتعالى فرض عليك إنك تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج إلى بيته الحرام؟ ده في حتة الصلاة ربنا بيقول في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. باللحظة، عايزك دلوقت تعالالي، سيب اللي في إيدك وتعالى. ما انتش عارف يعني ايه اسارع وانفذ لربنا اللي طلبه مني؟ مش عارف دي؟ مش عارف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا بلال: ارحنا بها. ارحنا ايه؟ نعم، أرحنا بها يا بلال، ريحنا يا بلال، وأذن للصلاة عشان نقف بين يدي ربنا. والله مسكين ومسكينة، كل اللي حارم نفسه ولا يبادر، أول ما يسمع النداء حي على الصلاة، فيسيب اللي في إيده ويعمل زي سيده عليه الصلاة والسلام ما عمل. كيف كان في بيته صلى الله عليه وسلم؟ قالت السيدة عائشة: كان في خدمة أهله، أو كان في مهنة أهله، حتى إذا نودي للصلاة انفلت منا وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. احنا ليه بنأخر في العبادات؟ إبليس بيحاول إنه يأخرك عن عبادة ربنا. ده
طب انت بتلاقي راحة؟ فين المسارعة؟ اوعى تنام عن صلاة الفجر بحجة انك انت تعبان. اي نوم يضيع عليك فرض ربنا قالك تعمله في الوقت ده عمره ما يجيب راحة، والله ابدا، والله ما يجيب راحة ابدا. الراحة في ان انا اسمع كلام ربنا وانفذه. يا سلام يا سلام يا اللي شايل هم، انت مش عارف انك بصلاتك بتريح مخك من الاجهاد وبتغذي قلبك بايمانك بربك؟ انت مش عارف انك لما بتقول الله اكبر وتسارع انك تبقى في الصف الاول وتحضر تكبيره الاحرام مع الامام، انت مش عارف ان انت كده بتريح نفسك؟ انت مش عارف ده؟ انت مش عارف مشغوله بايه؟ بس شغله نفسك بايه يا بنت الناس الطيبين؟ شغل البيت شغلك، بس ما يشغلكيش عن عبادتك لربنا. سمعت الأذان سيب اللي في إيدك عشان قلبك يتغذى وترتاحي. اسمعوا الحديث ده عشان كلنا نشوف المسارعة. خلوا العنوان بتاعنا النهاردة في الفقرة دي إن إحنا نفكر بعض بقول الله وعجلت إليك ربي لترضى. ما تأخروش فعل خير أبداً، استعجلوا في الرجوع لربنا. محدش فينا عارف امتى ملك الموت حياخد الامر بان حياة فلان انتهت. خليكوا عارفين ده كويس قوي، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدر الأمر من الملك الجبار، اقبضوا روح فلان الفلاني، خلاص انتهت. علشان كده نسارع بأعمال الخير والطاعة والعبادة علشان نكون من المسارعين في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نسارع في الخيرات، أي حاجة خير بنسارع فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اسمعوا الحديث اللي يريح النفوس ويهدي القلوب ويخليني أحافظ قوي على الصلاة وما سيبهاش أبدا أبدا. حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سند الحديث كلام بس معنى الحديث حلو ومعناه صحيح. حديث تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. يعني إيه تحترقون تحترقون؟ يعني المعاصي اللي احنا ارتكبناها من بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر كفيلة ان هي تودي الواحد النار. يا رب اجعلنا من اهل الجنة، يا رب اغفر لنا يا غفار، يا رب احنا ضعاف، قونا واسترنا واجبرنا واغفر لنا وارحمنا. فاذا صليتم الصبح غسلتها، المعاصي اللي انت ارتكبتها من الفجر لحد الصبح او لحد الفجر دي صلاة الفجر غسلتها. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. المعاصي والذنوب اللي ارتكبناها من بعد ما صلينا صلاة الصبح لحد صلاة الظهر، صلاة الظهر مسحت المعاصي دي. أي حد فينا له مكانين، مكان في الجنة ومكان في النار، تعمل حسنات وطيبات وخيرات وبركات وطاعات تزود في مكانك الحلو في الجنة، تعمل معاصي وسيئات وانحرافات
وأمور لا ترضي رب البريات تشعل في مكانك في نار جهنم. يا رب نعوذ بك من النار، يا رب نعوذ بك من النار، يا رب نعوذ بك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. تصلي الظهر، المعاصي اللي انت ارتكبتها من بعد صلاة الصبح أو من بعد صلاة الفجر لحد الظهر غسلتها، ثم تحترقون المعاصي اللي انت ارتكبتها بعد صلاة الظهر لحد صلاة العصر، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. لو وقعت في معصية من بعد صلاة المغرب لصلاة العشاء، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تبيتون وقد غفر لكم. لسه برضو مش عايز تيجي تصلي، لسه مش عايز تبادر وتسمع كلام ربنا، لسه هتقولي مش مقتنعة. عايز أقولك على حاجة، منظمة الصحة العالمية بتقول إنه دلوقتي المرض رقم واحد على مستوى العالم اللي بيسبب الموت القلق والتوتر. أيوة، هو المرض رقم واحد اللي بيسبب القلق والتوتر. طب ايه احسن علاج للتوتر؟ ايه احسن علاج للقلق؟ الفضفضة، انك تلاقي حد تكلمه تفضفض معاه، تطلع اللي وجعك، تشتكيله من اللي في قلبك. بس انا لو اشتكيت لاي حد ممكن يستغل دي ضدي. قدامك اللي ما بيطردش حد أبدا وما يقطعش حد بيشتكي له وبيحكي له أي حاجة وما يفضحش حد أبدا، ما يجيش في يوم من الأيام ويقولك انت قلت لي العيب الفلاني والمعصية الفلانية فلازم نقولها للناس. أبدا ما يحصلش. ده ستير، ده رحيم، أقف بين إيديه أكلمه ويكلمني، أناجيه أناديه، أعترف له أعتذر له أرجع له، ما يطردنيش أبدا من بابه أبدا، بالعكس يفرح بيا ويحبني 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 ويحبني. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عرفت إن ربنا بيحبك؟ ارجع له بقى. أعظم ثمرة في ان انا اتاكد ان ربنا بيحبني لما يتقال لي تعالى دلوقتي حالا، سيب اللي في ايدك وتعالى لي، عندك صلاه الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، سيب كل اللي في ايدك، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فرضت عليك الحاجه دي اعملها، قل حاضر، قول وعجلت إليك ربي لترضى. لأنه لما ربنا يرضى عنك انتهت خلاص، انت فزت ونجحت ونجيت في الدنيا وفي الآخرة. علشان كده من أهم الضوابط اللي أنا بتعلمها مع حضراتكم النهاردة استمتاعي وأنا بنفذ أوامر ربنا، وإن أنا بعملها بلا تردد، بعملها بأقصى سرعة،
اوعى الشيطان يجي يوسوس لك فيأخرك، فتقوم تأخر صلاة العشاء أو أي صلاة من الصلوات لحد التانية اللي بعديها ما تيجي، والتالتة تيجي والرابعة والخامسة، وتيجي تقول لنفسك أما خلص الشغل آخر النهار يحلها ربنا. قولي بالله عليك، قوليلي بالله عليكي، حياتك لها طعم؟ تشعر بطعم كده في حياتك؟ أكل وشرب ونوم وسعادة وفرح وأنت ما بتصليش؟ إزاي؟ مستحيل. يوم يجيب يوم، قلبك وقلبك وقلبي محتاج يتغذى، محتاج أنظف المعاصي اللي كلبشت فيه جوه، محتاج أرجع لربنا. يبقى سرعة تنفيذ أوامر ربنا وسرعة إقامة اللي ربنا أمرني بيه، ده إن دل فإنما يدل على يقيني في حب الله عز وجل. ربنا بيحبك، أنعم علينا بنعم ما تخطرش لحد على بال. عينيك، أذنك، لسانك، جسمك، جلدك، إيه ده؟ الأجهزة اللي شغالة دي شغالة بكام؟ ولحساب مين؟ ومين يدفع تمنها؟ شفت ربنا بيحبك ازاي؟ تعالاله بقى دلوقت، خلي همومك ومشاكلك على ظهر ايدك، شيلها ارفعوها كده كمان، قولوا الله اكبر، وقعوها من ظهر ايديكم ورا ظهركم، فرغوا قلوبكم وعقولكم وانتوا واقفين بين ايدين ربنا. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بحمدك يا ربي على كل النعم اللي انعمت علي بيها. الرحمن الرحيم، انت رحمن رحيم، انت بتاخدني بالرحمه، لو رجعت لك بتقبلني، لو اعتذرت لك بتقبل، لو استسمحتك بتسامح، لو قلت لك انا اسف بتغفر لي. كل الحاجات دي في مصلحتي ومصلحتك. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هنرجع لك انت يوم القيامة، انت الملك، كل الخلايق دول تحت ايدك، اياك نعبد وإياك نستعين. إحنا بنعبدك أنت يا رب، إحنا بنستعين بك أنت، أنت اللي بتعنا، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهديني لطريق الحق، صراط الذين أنعمت عليهم، اجعلني منهم يا رب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما تجعلنيش من اللي أنت غضبت عليهم، ما تجعلنيش من الضالين. اللهم آمين آمين آمين. فاصل، وبعد الفاصل أستقبل ضيفي العزيز الدكتور مصطفى العكريشي للحديث عن مشاريع الخير اللي بتعملها مؤسسة نبض الحياة. السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بحضراتكم وأرحب بضيفي وزميلي في طريق العمل إلى الله سبحانه وتعالى الدكتور مصطفى العكريشي. الله يعزكم ولا مرحبا يا دكتور مصطفى. ربنا يكبر خاطرك. كيف حال النخل؟ الحمد لله بفضل ونعمة. أخباره إيه دلوقتي؟ الحمد لله، يعني وصلنا بفضل الله ل 500 نخل. وعدينا الحمد لله. بفضل الله سبحانه عدينا وتعالى. عدينا، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد، شكرا يا رب. مبسوط الحمد لله. طبعا. المشروع ده يا أخي له كده حب كده في القلب كده، غير المشاريع كلها بنشتغل فيها.
الحمد لله طبعا. يعني بص احنا بنحب جدا الميه، واحنا الحمد لله شيخ ابر ميه في كل حته ويمين وشمال ووصلات ميه، والحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. بناء مساجد اللهم لك الحمد يا رب، يا رب اقبل يا رب وعنا يا رب على هذا العمل الطيب يا رب. لكن يا اخي النخل، وقف النخيل ده يعني له حب كده في القلب كده يا اخي. الحمد لله الذي يعز من اطاعه واتقاه ويذل من اعرض عنه وعصاه، لا مظهر لما اخفاه ولا مخفي لما ابداه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سبحانه. والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. الصلاة والسلام. وما أملنا به من وعد سنبينه في أما بعد. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. برنامج حضرتك الجميل. الله يحفظك. الله يبارك لك يا رب. إحنا عندنا طبعا وقف النخيل ده حاجة عظيمة أوي. لأن ربنا سبحانه وتعالى كرم النخيل في القرآن. نعم. قال والنخل ذات الأكمام. قال والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية. نعم. لأن النخلة رمز العطاء. وهي كالمؤمن. ورمز العطاء. نعم. صح، وكالمؤمن أينما حل نفع. نفع. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما كرمها في القرآن قال تؤتي أكلها كل حين. هو قال تثمر؟ لا. أمال قال إيه؟ تؤتي. يعني إيه تؤتي؟ يا سلام. كل شوية تدي. الله. هو ده بقى اللي نبض الحياة قالته. قالت احنا لازما ننمي العمل الخيري، لازما نبتكر في العمل الخيري، لازما نبقى لنا بصمة. ازاي؟ لازما نشوف عمل خير يدر على المساجد، يبقى لك في المساجد شيء، ويدر على سقي الماء، ويدر على حفر الأبار، ويدر على بناء المقابر، ويدر على إطعام الطعام، ويدر على تسقيف البيوت، ويدر على حملات الصحة لنبض الحياة بتعملها. يبقى هنا هيبقى لك في كل عمل خير نعم سهم. يبقى انت ساهمت بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ان دل فانما يدل على حب الانسان لعمل الخير. الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اخر سوره الكهف ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ارجعوا وعملوا الصالحات. الله الله. دول اسمهم جيران في القران. الجيران في القران. دايما تلاقي كده امنوا عملوا على طول وعمل صالح. كان احد الصالحين بيقول له وايه هو الايمان؟ قال ليس الايمان بالتمني. ايوه. انما الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل. ان انا دلوقتي اعمل حاجه تفضل لي بعد وفاتي حسنات دائمه الى قيام الساعه. زي ما حضرتك بتقولها كده في التقرير، الى قيام الساعه. يا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، هو ارتباط الخوف جوه قلب المؤمن بعطائه في سبيل الله. الله. شايف الحتة دي ازاي؟ يا سلام. الانسان لما يكون خايف من ربنا سبحانه وتعالى، كل ما تخاف كل ما تقبل عليه. يا اخي انت، انا خاف من، انا مع الاحتفاظ بالالقاب، اخاف من مصطفى او مصطفى يخاف من احمد، نقوم نعمل ايه؟ نبعد عنه. نبعد عن بعض. مش كده؟ ايوه. استعاذة البشر. ايوه. الا ربنا. الله الله. تخاف منه تقرب منه. ففروا الى الله. ما قالش ايه ففروا عن، لا ففروا الى. يا سلام. او ما قالش ففروا من. قال ففروا اليه. يا اخي ففروا الى الله. الفرار ده يكون من حاجة انت خايف منها. لا ده شوف بقى، انا خايف من ربنا. فخوفي من ربي يخليني اعمل عمل صالح فاقبل عليه. استنى بس، الكلمة دي اللفظ ده الفرار ده. ايوه. عجيب طبعا. يجي لك في اكل عيشك يقول لك ايه؟ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. يجي يكلمك عن الاخره يقول لك وسارعوا. يبقى في اكل عيشك قال لك انتشر. ايوه. الجنه قال لك نافس. ايوه. سارع. انما ربنا لا، الاقبل، خش على ربنا سبحانه وتعالى. فر اجري اجري اجري. يا سلام. ففروا الي. اقبل على الله سبحانه وتعالى وهو صاحب الامن والامان. حبيب ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله في سوره المؤمنون، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. يا رب. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين يا رب. اللي هي اولها ايه؟ قد افلح المؤمنون. يعني ايه افلح؟ فازوا. الله. المؤمنون يا رب اجعلنا منهم. يا رب. اللهم امين. فربنا في نفس الصوره صفحه على اليمين تحت كده، لو فتحنا المصحف نلاقي اخر سطرين كده بيقول ايه؟ ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون.
الله الله، اللي هي صفات مين؟ المؤمنين. الله. طب والصدقة مالها؟ مش الصدقة برهان على ايه؟ على الإيمان. يبقى أنا لو مؤمن أعمل ايه؟ أدي. الله، وده يدل على خوفك من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت فرت إلى مين؟ الله، الله سبحانه وتعالى. طب وأنا بقيت في معية ربنا، فمن علي؟ حبيبي. فممن أخاف؟ الله. وماذا أخاف وماذا أخشى؟ الله. وأنا في معية الله سبحانه وتعالى أخاف من إيه؟ إن بس أنا بقى خوفي من ربنا ده حاجة عظيمة. إن الذين هم، إن أنت مؤكد بإن، إن الذين هم من خشية ربهم. الخشية ديت مش خوف، ده أشد من الخوف، أعلى أعلى، اللي هو مقام إيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه؟ المراقبة. الله، أنت بتراقب دايما ربنا في أعمالك. دايما بتقول يا رب أنا هأنفق في صك النخيل عشانك أنت يا رب، عشان أنا خايف من لقائك وبحب لقائك. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا سلام. يبقى إن الذين هم من خشيتي، الخشية مقام الخشية، نعم، إنك بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، مشفقون، والإشفاق والخوف برضه، نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، عندهم إيمان بآيات ربنا. ما احنا لسه قايلين الإيمان ما وقر في الإيه؟ قلب. وصدقه عمل. العمل هو كده. طب بآيات ربهم مش القرآن؟ طب القرآن بيقول إيه؟ وأنفقوا مما الله جعلكم مستخلفين فيه. طب انت مصدق بالقران؟ طبعا. طب ما تتصل دلوقتي وتنفق في صك النخيل. الله اكبر. تصل دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى قال واتوهم من مال الله. مش مالك انت؟ انت اصلا تملك ايه؟ انت ما تملكش حاجه. انت جيت الدنيا عريان ما معكش، فخليك مؤدب واخرج منها زي ما دخلت. ما لازم بقى غصب عني. ايوه. وده مش هيتحقق الا بايه؟ بالعطاء. بالعطاء. نعم. والذين هم بايات ربهم، بآيات ربهم مالهم يؤمنون. نعم. طب والإيمان ده مش رجعنا للتقوى؟ طب إيه التقوى؟ احنا قلنا التقوى ما وقر في القلب صدقه العمل زي الإيمان. وقال هي الخوف من الجليل. أدي واحد، تخاف من ربك سبحانه وتعالى، والعمل أيوة بالتنزيل، اللي هو بقى والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. أهي سيدي. أهي. أهي بقى، والعمل بالتنزيل. اعمل باللي ربنا قاله لك. اعمل باللي انت شفته معنا في التقارير ولسه هتشوفه. اعمل نبض الحياة بتعمله. ماشي. والتلاتة الرضا بال قليل. قليل. ارضى باللي ربنا قسمه لك. والاستعداد ليوم الرحيل. حوش عنده. عنده هو سبحانه وتعالى. انت بتحوش هنا في البنوك وعمال تجري على المال ليل ونهار، بالنهار عمال تجري وتسارع على المال، وانت هتتركه هتسيبه لغيرك. طب وبالليل تنام كأنك عامل زي انا اسف للساده المشاهدين جيفه المنتنه. ليه برضو دماغك وانت نايم عمال تفكر هعمل ايه بكره، والمشروع ده هيجيب ولا مش هيجيب، وده هيعمل ولا يعمل؟ طب هل انشغلت بالله؟ نعم. انشغلت بربك سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى. صدقت اللي جه في القران؟ نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون؟ نعم. والذين هم بربهم لا يشركون. بنتوقف عند لا يشركون. ماشي، نشوف التقرير ده ونرجع نكمل شرح الآيات المباركات مع دكتور مصطفى العكريشي. نتكلم عن أهمية التمور والنخيل كمنتج عالمي. جميع دول العالم حاليا اهتمت في السنوات الأخيرة بإنتاج التمور، مش في مصر بس. اختيار النخيل كوقف خيري ده يعني ده شيء عظيم جدا. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعد سيدنا أبو الدحداح وقال له كم من عزخ رداح لأبي الدحداح لأنه تبرع. فهو يعني كوقف هو من أعظم الأجور. من أجمل الأشياء أن الإنسان يشتري لنفسه عمر على عمري. إزاي؟ ان الانسان يشترك في مشروع النخيل بسهم، بنخله او اتنين او ثلاثه، عشان النخله دي مش لسنه واحده. احنا بنتبرع في الميه بكل الميه، في المسجد بكل المسجد. النخل الوضع مختلف، الربح بتاعه بكل الايتام، بكل الفقراء، بكل المساكين، بكل صيانه المساجد، بكل وصلات الميه، بكل حفر الابار، كل ده في نخله. مستمرين في دعم الفكر الجديد وفكر مؤسسة نبض الحياة الراقي، اللي إن شاء الله بإذن الله هيحظى بقبول جميع المستثمرين وكل رجال الأعمال في مصر، وإن شاء الله رب ندعمهم على فعل الخير. مين هيقول أنا
صاحب أول نخلة في مشروع النخيل، مين حيساهم يقول أنا معاكم نخلة واثنين وثلاثة وعشرة عشان أفتح بيوت الناس، لأن ربنا وسع علي وحوسع على الناس. السلام عليكم ورحمة الله. نعود إلى شرح الآيات المباركات في هذه السورة العظيمة. نعم تفضل يا سيدي. احنا وقفنا عند والذين هم بربهم لا يشركون. لا يشركون. نعم نعم. الشرك نوعين. نعم. نوع ايه ونوع ايه؟ شرك اكبر وشرك اصغر. او ظاهر وخفي. نعم صح. الاكبر الشرك بالله. طب وايه الاصغر؟ مع الله. الله رياء. ايوه. حب مال، حب سيطرة. تعس عبد الدينار والدرهم. هو عبد الدينار، عبد بيحب المال. ايوه بيحبهم قوي. أيوة. بيعبدهم. ايوه يقول لك انا عبد المال. عبد. أيوة. الدينار يقول لك الجنيه اهم حاجه الجنيه. لا انت انفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. بص لسق النخيل ابو 5000 جنيه ده وانفق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال انفق عليك. خليك مع ربك سبحانه وتعالى. انت مالك كده عمال همك الدنيا؟ حاتم الطائي اللي هو كان في الجاهليه قبل الاسلام ما يجي، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه. حاتم الطائي كانت زوجته ماوية والنوار، ماوية الغسانية والنوار بنت أمامة، كانوا الاثنين عمالين يقولوا له أنت إيه الكرم اللي أنت بتعمله مع الناس ده كله؟ كان يقول للعبد كده يا عبده أوقد إيد الإيد قدام الخيمة بتاعتي، شوف الكرم، أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا موقد ريح صر شديدة، عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. للدرجة دي؟ للدرجة دي كرم. يا الله كرم حاتم الطائي. لا بقى استنى بقى. حاضر. خدها بقى المشاهدين بالراحة. حاضر. انتوا خدت بالكم الدكتور مصطفى بيقول ايه؟ هو الحاتم الطائي بيكلم العبد بتاعه. بيقول له ولع نار يا ابني. ايوه. الليلة ساقعة. ايوه. والهواء بتاعها وحش قوي. ايوه. والناس ظروفها وحشه. ايوه. ولع عشان اي حد يشوفك مولع بتطبخ. ايوه. مولع يعني ايه؟ يعني اطبخ. ايوه. طهي الطعام واعداد الطعام. نعم. فاي حد هيشوفك لو انت جبت ضيف من ايده ودخلته عليا الخيمه. ايوه. انا هعتقك. شفت؟ كان بص بقى، كان بينفق وربنا بيرزق. سبحان الله. مع انه لسه ما اسلمش. ما اسلمش ولا دخل الاسلام. لا وربك يرزقه ويزيده. دي نواميس ثابتة يا شيخ. ايوه طبعا مصطفى. طبعا دي ثابتة في طبعا كل. ربنا قال لسيدنا النبي انفق عليك. نعم. النوار وماوية. مراته الاثنين. يقولوا انت عمال تنفق من المال، عمال تنفق من المال، المال خلص، انت بتعمل كده ليه؟ فقال لهم الاثنين اسكتوا، انتوا مالكم مالي؟ انني ان مت سيرث هذا المال اولادي. ولن يبقى لي شيء، أما إن أنفقته فسيبقى لي الثناء الحسن. الله. هيبقى لي بعد موتي. زي بالظبط وقف النخيل بتاعنا أبو 5000 جنيه. اللي هيتبرع دلوقتي، اللي مستني بنته تعمل له بعد ما يموت ولا ابنه يعمل له، والله ما حد هيعمل لك. إلا من رحم الله، والله ما حد هيعمل لك. إحدى البنات يا دكتور. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فإيه؟ أفنيت. نعم. ولبست فأبليت. وتصدقت فأبقيت. هو ده فأبقيت. سوى الثناء الحسن قال لها هيبقى لي كده. زي ما أنا بقول لك دلوقتي، صك نخيل ب5000 جنيه هيفضل نفعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. السلام. هتموت وتلاقي حسنات شغال، عداد. نعم. عداد شغال. نعم. هو ده بقى والذين هم بربهم لا يشركون. الله. ما كانش مش بدور على المال. لا، وإن كنت بدور على المال فأنا بدور على المال عشان أنفقه في سبيل الله. نعم. سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني. والذين هم بربهم لا يشركون. لو بصينا للصفحه اللي على الشمال اول سطر، والذين يؤتون ما آتوا. حلو. والذين ايه؟ يؤتون. من صفات مين دي؟ عباد الرحمن. الله، جميل قوي، جميل قوي. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما من صفاتهم الانفاق. الله. والذين يؤتون. طب جاي يؤتون، فعل ايه ده؟ مضارع. يفيد ايه؟ الاستمراريه. الله، يبقى دايما هم بيؤتوا. والذين يؤتون مره واثنين وثلاثه. طب وسق النخيل؟ متجدد. ايوه. طب وسق النخيل؟ ما في ايتاء في المساجد، في ايتاء في الابار، في ايتاء في وصلات الميه، في ايتاء في اطعام، في ايتاء في كل حاجه. يبقى انت هتفضل، مش هتفضل كل يوم تؤتي.
لا تبرع ب5000 جنيه او بما افاء الله عليك صكين 3 4 5 وسيب بقى الصكوك ديت، هي تعد لك حسنات عند ربك سبحانه وتعالى. الله. وقال الله والذين يؤتون ما، ما دي اسم موصول بمعنى الذي، مبهم. طب هو ربنا ليه ما حددش؟ على قد ما تقدر. الله. لان لو حدد هيبقى فيه مشقه. جميل. ما انا ممكن ما يبقاش معايا. ايوه، زي ما ربك في الليل بيقول ايه، فاما من اعطى واتقى. طب اعطى ايه؟ اي حاجه. الله. اي حاجه يبقى مبهمه. مش مشكلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل برضه للفقير حظ ونصيب. الله الله. يبقى الفقير يتصل برضه ويقول لك انا هساهم. ما سابش كل حاجه. ده في حديث يا دكتور احمد بيقول على كل مسلم صدقه. كل مسلم كله. الله. غني وفقير، ومش الغني بس. نعم. على كل مسلم صدقه. والذين يؤتون ما ما آتوا وقلوبهم وجله. خايف من مين؟ من الله. من الله سبحانه وتعالى. انهم الى ربهم راجعون. يبقى انت جزائك هتبقى تلاقيه عند مين؟ عند ربنا. عند ربنا سبحانه وتعالى. حلو كده. اولئك. الله. ده الجزاء بقى. هو أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سابقون. أولئك اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ اللي أنفقوا. اللي أنفقوا وآتوا. أيوة. أولئك يعملوا إيه؟ يسارعون. هو ربنا سبحانه وتعالى قال يسرعون ولا يسارعون؟ ولا يسارعون؟ يسارعون. طب إيه الفرق؟ يا سيدي قول يا باشا. أو يسرع من الفعل الماضي أسرع. يبقى أسرع بذاته. الله. من عندي. إنما يسارع بمعنى ينافس ويسابق غيره في الخير. يا سلام. أيوة. يا أخي القرآن ده عظيم. طبعا يا طبعا. يبقى أنا بنافس. سبحان الله. هو إحنا ليه بننافس بعض في الملبس؟ وفي ذلك فل. فليتنافس المتنافسون. ليه أما بشوف الدكتور أحمد ربنا رزقه بألف جنيه بقول لا أنا عايز يبقى عندي 2، عندي 3، عندي 4، عندي 5، ما بتسابقش في الخير ليه؟ لما تلاقي الدكتور احمد اتبرع معايا دلوقتي بصك نخيل واتصل وقال انا عندي صك نخيل، ليه ما بتقولش انا عندي 2؟ ليه ما بنسارعش في هنا؟ وربنا قال يسارعون في الخيرات. يسارع مش يسرع. يسرع يبقى من نفسه. انما لا، بنسارع بننافس بعض. بننافس بعض في ايه؟ في الخير. نافس معايا في الخير. خش معايا الدايره بتاع الخير دي. اولئك يسارعون في الخيرات. طب هو قال الى الخيرات ولا فيه؟ في الخيرات. طب ما في يسارعون الى. وفي يسارعون فيه. فرق برضو. ايه الفرق؟ يسارع الى بمعنى ان النعمة لسه ما جاتش عنده. ربنا بيقول وسارعوا الى مغفرة من ربنا. يبقى ربنا لسه ما غفرلكش. بس انت عمال تسارع من نفسك. بيطلب منك انك تعمل ده عشان يغفر. اعمل عشان يغفر لك. تمام. انما يسارع في الخيرات. يبقى الخير جه بس، والخير موجود، وانا عمال اعمل ايه؟ عمال انافس غيري فيه. ايوه. يبقى انا ربنا مديني مال اعمل ايه بيه؟ الله 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 الله. ايوه الله. اسارع الله. بقى الله. اسارع وسابق في الخيرات. الله. وخد بالك، ما هو يسارعون في الخيرات. ربنا ماشي يسارعون في الخير. لا ده خيرات، معناها انك لو انفقت ربنا سبحانه وتعالى يعيشك في الخير. ايوه ايوه. دكتور احمد يوقفنا. الدكتور مصطفى بيقول هناك فارق شاسع، 3 محطات. 3 محطات في 3 كلمات. المحطة الأولانية قال يسارعون ولا إيه؟ يسرعون. يسرعون. أو أيوه. الكلمتين قريبين من بعض. أيوه. يسرعون من الفعل الماضي أسرع. أيوه. فيبقى هو بنفسه. أيوه. إنما يسارعون ده كل بنفسه غيره. أيوه. قال لك الحاجة التانية في الخيرات ولا إلى الخيرات؟ لا قلنا في الخيرات. طب ايه الفرق بين في والى؟ مع ان الاثنين حرف ايه؟ جر. بس فارق شاسع بين الاثنين. نعم. وسارعوا الى مغفرة لسه ما غفرش. ايوه. يسارعون في الخيرات، ده الخير موجود وهو شغال عايش فيه. ايوه، وعمال ينفق منه. الله الله. فعشان الله الله عشان كده ربنا بقى المحطة الثالثة. الفرق بين الخير والخيرات. ايوه خيرات. ربنا جابها جمع. تعالوا نشوف تقرير وقف النخيل ونشوف الخيرات اللي مؤسس نبض الحياة بتعمله. ربنا يجعل لنا النصيب الكبير منه ويبيض وجوهنا بيه يوم ما نقابله.
اللي شايفينه حواليا ده ابار بنحفرها، وصلات ميه بنوصلها، مساجد بنبنيها، ايتام بنكفلها، هو ده الخير اللي حواليا. ازاي كل ثمره من الثمار دي لما نجمعها محصولها يتوجه لعمل وباب من ابواب الخير؟ هو ده الخير في نبض الحياه، هو ده وقف النخيل اللي نبض الحياه اسسته وانشاته علشان العائد منه يتوجه لكل مشاريع الخير اللي حضراتكم بتحبوها. انا عايز اغير مفهومك عن العمل الخيري. العمل الخيري مش انك تدفع في جهه من الجهات 1000 او 2 او 10 او 100 او مليون وتنتهي الفلوس دي في المشاريع اللي بتتعمل وأمور الخير اللي بتتعمل وخلاص. لا 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 لا، لما بدأنا النشر معلومات عن النخيل في مصر واخترنا الأصناف اللي ليها اقتصاديات عالية، ما كانش ده كان تبع حسب دراسة، يعني من 85 في أمريكا وإحنا مهتمين بموضوع النخيل وإزاي عايزين ندخله مصر وإزاي عايزين ننشره في مصر وإزاي عايزين نعمل له إكثار في مصر. إحنا في نبض الحياة عايزين الفلوس دي تتكاثر، يعني لو اتزرع 1000 نخلة بعد 5 سنين الألف نخلة هيبقوا 5000 نخلة، مع الألف اللي مزروعة يعني 6000 نخلة. ال6000 نخلة دول بعد 5 سنين اضرب في 6 وهكذا، ويتوالد الخير بتاعك ده. يا سعدك يا هناك يا فرحك لما تعمل معايا نخلة وانت عارف انا السنة دي من غير ما ادفع تبرع فلوس راحت في المية، والسنة اللي بعدها من غير ما اخرج فلوس فلوس راحت في المسجد، وبعد 10 سنين فلوس راحت مساعدة للأيتام. اوقف معايا هنا نخلة وكل سنة المنتج بتاعها يروح لنشاط جديد. النخلة فعلا انت بتاخد منها ثمار عظيمة ومذكورة في القرآن ومذكورة في الإنجيل ومذكورة في التوراة. انا شخصيا النخلة عندي مقدسة لانها بيقوم عليها مجتمعات. خلي بالك السهم اللي انت هتدهولي وتقولي ال5000 دول نخلة مش هيتاخدوا يتصرفوا ويروحوا، لا، النخلة دي باسمك بعد سنة، بعد 10، بعد 100. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. والنهاردة بنكشف الغطا ونرفع الستار عن مشروع وقف النخيل، المشروع اللي من خلاله كل سنة أرباحه هيتم توجيهها لمشروع من مشروعات الخير، نحفر أبار، نوصل مية، نرعى أيتام، نبني مساجد، كل ده بوقف النخيل. أهلا بحضراتكم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إسلام وهو بيتكلم في التقرير حرك جوايا إحنا بنعمل وقف النخيل عشان نحفر الآبار، عشان نعمل وصلات مية، عشان نبني مساجد، عشان نرعى أيتام، علشان نشوف الناس في الصحة والتعليم، عشان نشوف الحاجات دي كلها. فالكلام ده عايز أربطه بالآية المباركة اللي هي الخير والخيرات. نعم، وانت ختمت بالحته دي. احنا قلنا الخير ده حاجه واحده، انما الخيرات دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. طب والمؤمن كيس فطن. نعم. انا عايزك تبقى ذكي انك تقدر تشوف الحسنات بتاعتك فين، هتدي ربنا سبحانه وتعالى ايه، هتنمي حسناتك وهتزودها ولا لا. ازود حسناتي؟ طب ازاي؟ ما انا بقول لك تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى عمرك ما تخسر ابدا. تاجر مع ربنا يبقى لك سهم في المساجد، سهم في وصلات الميه، سهم في الابار، سهم في تسقيف البيوت، سهم في رعاية الأرامل والأطفال والأيتام، سهم في كل شيء. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هيزيدك من كل شيء، وتفضل أعمالك جارية لك بعد موتك. ده إحدى البنات يا دكتور جات لي بتقول لي إيه، أبويا مات ينفع تصدق له؟ قلت لها أيوه. قالت طب تصدق له بقد إيه أو في أي مجال؟ قلت لها في سقي الماء جميل جدا، أو في سقوك النخيل بقى نبض الحياة عاملة سقي نخيل هيبقى له في كل مجال سهم. قالت لي خلاص ان شاء الله، والله ذهبت ولم تعد. يبقى انا واجب علي اعمل ايه؟ اعمل لنفسي. ربنا قال وما تقدموا لايه؟ لانفسكم. لانفسكم اعمل لنفسك انت، ما تسكتش، سارع في الخيرات. او بكلم برضه، بنكلم كل واحده ما خلفتش وكبرت في السن، بقول لها والله ما بعيد على ربنا،
والدليل في سورة الأنبياء وزكريا. الله. إذ نادى ربه. الله الله. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هو دعا. آه. ده دعاء، ودعاء الأنبياء لا يرد. نعم. فإيه؟ فاستجبنا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. من اللي سماه؟ ربنا. الله. شوف بقى، اما انت تنفق في لوجه الله سبحانه وتعالى، ربنا هيرزقك بالولد، وربنا اللي هيسمه لك ويحفظه لك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ووهبنا له يحيى. طب ليه سموه يحيى؟ له. طب ليه سموه يحيى؟ اه ليه؟ ليحيى. قال الله. سميته يحيى ليحيى. آه. طب يحيى ازاي؟ مش هو هيجي له وقت ويموت؟ قال لك لا، ما هو مات شهيد والشهداء أحياء. بس حبيبي حبيبي. وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. زوجة. ربنا سبحانه وتعالى، الزوجة كانت عاقر. آه. قال كذلك قال ربك هو علي هين. سهل يعني. يبقى أنت ما تنفق دلوقتي ما تسكتش، ربك سبحانه وتعالى والله هيديك. آه. تمام. إنهم بقى السبب، بقى العبرة. آه. من الآية. الله. ربنا إداهم ليه؟ إنهم كانوا يسارعون. الله. يسارعون، بيجروا، يسارعون في الخيرات. أي خير هم فيه بينفقوا منه ويدوا منه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويعملوا إيه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خشعين. سواء يا دكتور، إنهم كانوا يعملوا إيه؟ يسارعون. وبعد كده؟ ويدعوننا. هو إيه اللي جه الأول؟ المسارعة في الخير. وبعد كده؟ الدعاء. يبقى أي فعل خير هتدعيه، أي فعل خير هتعمله وتدعي بعده، هيقبل دعاك. بس ناخد آخر تقرير في حلقة النهاردة، ونرجع نختم الحلقة مع ضيفي الكريم. خليكم معنا. اللي شايفينه حواليا ده، ابار بنحفرها، وصلات ميه بنوصلها، مساجد بنبنيها، ايتام بنكفلها، هو ده الخير اللي حواليا. ازاي؟ كل ثمره من الثمار دي لما نجمعها محصولها هيتوجه لعمل وباب من ابواب الخير. اهل الخير دايما وهم بيتبرعوا معانا، اللي بيبعت تمن وصله ميه بيقول نفسي اعيش كل سنه ونعمل وصله ميه. ده اللي خلانا النهارده بنعلن لحضراتكم ونكشف الستار عن مشروع وقف النخيل، المشروع اللي من خلاله كل سنه يبقى عندك صدقه جاريه. الخبراء والمتخصصين اكدوا على اهميه وجدوه ونجاح مشروع وقف النخيل. واحنا يعني لما بدانا النشر معلومات عن النخيل في مصر، واخترنا الاصناف اللي ليها اقتصاديات عاليه، ما كانش ده، كان تبع حسب دراسه من العراق طبعا، جه البرحي او من البصره خصيصا اللي هو افضل برحي، ومن المغرب جه المديول اللي هو افضل اصناف التمور الحاليه واغلاها. كل دفعة من المحصول ده هنبيعها ونبني بيها مئات المساجد. هو ده الخير في نبض الحياة، هو ده وقف النخيل اللي نبض الحياة أسسته وأنشأته علشان العائد منه يتوجه لكل مشاريع الخير اللي حضراتكم بتحبوها. النخل البرحي أو النخل عموما بيعدي عمر الإنسان، يعني 60-70 سنة، ومن هنا بتيجي القيمة الاقتصادية بتاعة النخيل. انت زرعت نخلة برحي، النخلة البرحي ديت ليها شقين من الأهمية، الشق الإنتاجي بتاع البلح، ده بلح مش طب، والشق الاستثماري الأكبر اللي هو الفسايل. أكتر من 300 كيلو ده إنتاج النوع ده من النخيل اللي احنا اخترناه في مزرعة الوقف النبض الحياة. ليه اخترنا النوع ده؟ نخلة حجمها متوسط وسعرها مناسب وإنتاجها غالي. كيلو النوع ده من التمر البرحي بيتباع بكام؟ ب 25 جنيه. صنف قوي، النخل بتاعه قوي النمو، بيجيب فسائل حوالي من 6 ل 8 فسائل خلال عمر النخلة. فعشر نخلات من دولت، عشر نخلات برحي يزرعوا لك فدان خلال 10 سنين. كل
متبرع كريم بيتبرع معانا في وقف الخير وقف النخيل في نبض الحياة، ليه عندنا ان احنا نعرفه مكان النخلة بتاعتك في انهي مزرعة من مزارع نبض الحياة. الحاجة التانية بنتفق مع المتبرع اوجه الصرف بتاع الوقف ده يتصرف على ايه؟ يصرف على سقي الماء، يصرف على بناء المساجد، يصرف على حفر الابار، يصرف على الايتام، يصرف على كل المصاريف الادارية اللي عندكم في المؤسسة علشان تفضل المؤسسة شغالة. بنسبة نجاح 100% بإذن الله. اوعى تتأخر، ساهم معانا وقف النخيل. اهلا بحضراتكم. طبعا انا عشت معاكم في الايات الكريمات وعشنا في المسارعة في الخيرات مع الدكتور مصطفى. رسالة الدكتور مصطفى حابب يوجهها في ختام الحلقة. في ختام الحلقة اوجه رسالة، رسالة شكر ورجاء، رسالة شكر لكل من تبرع في سقي النخيل، ورجاء لكل من تبرع أن يتبرع ويسرع وليقدم أخراه على دنياه، وليسعد بسقي نخيل قلب رسول الله، وليتصل الآن بنبض الحياة. أشكرك يا دكتور مصطفى. الله يعزك يا رب وخليك. سعدت بالحوار مع حضراتكم في حلقة اليوم، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أشوفكم على خير في حلقاتنا اللي جاية ومشاريع خير قادمة إن شاء الله، سواء في المية أو في بناء المساجد أو في وقف الخير وقف النخيل من مؤسسة نبض الحياة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.